أهلا بكم. كشف نائب رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية علي المشكور عن تكبد العراق خسائر تصل إلى 12 تريليون دينار سنويا جراء جولات التراخيص النفطية. وقال المشكور إن عقود جولات التراخيص ضبابية وتشكل بيئة طاردة للاستثمار في العراق، مبينا أن جولات التراخيص عبارة عن عقود تتخللها أخطاء كثيرة سواء في التنفيذ أو التخطيط، ولا تتجاوز الفائدة العامة للبلد منها أكثر من 10%، فضلا عن أنها لم تخدم المحافظات المنتجة للنفط. كما أوضح أن العقود أهملت التلوث الناتج من انبعاثات النفط المستخرج، ما رفع معدلات الإصابة بأمراض السرطان والأمراض التنفسية. قال وزير النقل الحالي في العراق ناصر الشبلي إن الوزارة لديها اتفاقية مع شركة BIG لربط محافظة البصرة بتركيا من خلال سكك حديدية. وأضاف شبلي أنه مع ذلك لا وجود لاتفاق بين الحكومة في بغداد والسلطات في كردستان العراق بشأن تنفيذ المشروع السكك الحديدي التي تربط بين بغداد وأربيل. وأوضح وزير النقل الحالي أن هناك مشاريع قديمة بانتظار اكتمالها مثل مرآب الموصل الذي أوشك على الانتهاء، إضافة إلى مرآب الناصرية وفتح مرآب الكوت، غير أن تعطل تشكيل الحكومة يؤثر على تنفيذ تلك المشاريع. أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بالصين خلال شهر آذار بنسبة 2.1% على أساس سنوي. وتأتي الزيادة مدفوعة بارتفاع مجموعة أسعار السلع الغذائية والنفط ومشتقاته مع زيادة الطلب على الاستهلاك. وارتفعت أسعار المواد الغذائية في آذار الماضي بنسبة 2.3% على أساس سنوي، وأسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2.1%، وأسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 3%. كما ارتفعت تكلفة الخدمات بنسبة 0.7% على أساس سنوي. ويعتبر مؤشر التضخم في الصين مقياسا لحركة الطلب على الاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وعليه يستمد الاقتصاد العالمي توجهات الطلب بناء على الأرقام الصادرة. تراجعت أسعار النفط في آخر تداول لها في البورصات العالمية، لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوياتها في 3 أشهر. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم آب 77 سنتا لتسجل 122 دولارا و30 سنتا للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر تموز 72 سنتا ليسجل 120 دولارا و79 سنتا للبرميل الواحد. هذا وتأثر الطلب على الوقود القوي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك في العالم، مع تزايد المخاوف حيال إجراءات الإغلاق الجديدة لمكافحة كورونا في شنغهاي. ومع ذلك يتجه خام برنت لتسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، بينما يتجه الخام الأمريكي صوب تسجيل الزيادة الأسبوعية السابعة على التوالي. قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة FAO إن الفاتورة العالمية للواردات الغذائية على وشك تسجيل رقم قياسي جديد قدره تريليون و800 مليار دولار في عام 2022. وذكرت المنظمة في تقرير لها أنه من المتوقع أن ترتفع الفاتورة العالمية للواردات الغذائية بما قدره 51 مليار دولار مقارنة مع عام 2021 نتيجة ارتفاع الأسعار. وأضافت الفاو أن العديد من البلدان الضعيفة تتكبد كلفة أكبر، ولكنها تحصل على كميات أقل من الأغذية، وهو أمر مقلق ينذر بخطر داهم يهدد منظومة توريد الغذاء. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام موجزنا الاقتصادي، إلى اللقاء.